السلام عليكم خاوتي الاعزاز. اخواننا اليوم حنا رانا مع مربي، يعني والله جيت بالطوموبيل، يعني انا مش نزكي نفسي ولا نقول انا جيت على جال يعني وجه ربي العالمين، على هذا العصفور مسكين اللي راه في يدي. راكم تشوفوا اخواننا الاعزاء كيفاه، والله طاح طيحه يعني حتى من الرجل نتاعو تكسر. تشوف كيفاه احكم لي الله يجازيك وليد خويا التليفون، برك نعطوا لخاوتنا باش يديو معنا يعني الخبره ويديو معنا الاستفاده باش يستحفظوا على عصافير نتاعهم. بركه يعني وليد خويا اللي كان تقدر تقول لنا واش صرا له برك الفرخ تاعك هذا كيفاه؟ خليته اليوم قاعد يتشمس. ايوا جا طاح لي من 3 ايام. ايوا كي طاح ديريكت هبط لقيتو كيما فخده مكسر. يعني شوف وعليه وليد خويا قاعد تتلاح دير في حاجه خاطئه من اختصاصك، يعني قاعد داوي في الفرخ بهذه الطريقه يعني الخاطئه قاعد دير اخويا العزيز في سبارادرا على النيه كيما قاعدين نشوفوا خاوتنا. يعني هنا درنا لكم هذا الفيديو باش نوضحوا لكم بركة كل واحد والاختصاص نتاعو. اخواني فرخ تقاس لك خويا ما عندكش خبره يعني في مجال هذا، يعني روح للبيطريه اقرب حل ولا اتصل يعني بانسان يكون عنده خبره كبيره ومول في عيش هذا يعني التجارب ومول في داوي العصافير. فهمتي خويا؟ انت رحتي من باب الانسانيه يعني زربتي قلتي خفتي على الفرخ نتاعك. غاضني يعطيك الصحه. بصح وليد خويا لا، المره الجايه ان شاء الله اخويا احنا ان شاء الله الله لا تعرضتي لحوادث كيما هكا. مادام عندنا عصافير لازم نتقي الله فيهم ونخافوا ربي فيهم، هذوما يعني مخلوقات كيما حنا اخويا، معليش حنا نقولوا قدر الله ما شاء فعل. خاوتنا الاعزاز هذا خونا وليد كان معنا صرالو المشكل نتاع هذا العصفور، راهو مازال حي هاكم تشوفوا فيه. بربي ان شاء الله دوك نقدموا له العلاج ونديروا له جبيره نتاع الساق نتاعو لانه الفخذ نتاعو تكسر. خاوتي شوف كون تقرب لي وليد خويا باش خاوتنا برك يشوفوا، لا احكم بوزيسيون نتاع التصوير باش خاوتنا يفهموا معنا برك. شوفوا خاوتي الاعزاز كيفاه راهو الفخذ نتاعو تكسر، يعني هاكم تشوفوا كيفاه حتى من الدم راهو خرج له الدم باسكو تجرح. فهمتي كيفاه؟ وهكا ما تقدرش دير الجبيره الا لا شيحتي من الدم يعني الساق وقدرتي كيفاش تعالج بطريقه يعني علميه. فهمتي خويا وليد؟ وكذلك خاوتنا يعني اللي راهم يشوفوا في الفيديو هذا ان شاء الله تكون لكم يعني اخواني الاعزاء عبره، استحفظوا على العصافير نتاعكم، يعني هذا مخلوقات الله كما ذكرنا سابقا. خاوتنا باش ندخلوا في الموضوع مباشره بدون اطاله، حنا اليوم رانا ماناش في غرفه الانتاج، رانا في السياره، يعني جينا في ظرف يعني طارئ الخونة وليد. يعني شوف كيفاه العصفور ها، يعني ها وكيفاه ها الساق نتاعو. خاوتي الاعزاز لازم كيفاش كي تحبوا تجبروا يعني خاصه الناس اللي ما عندهاش خبره غير ما تتلاحش برك هذا ما كان. هاي الطريقه يعني الصحيحه كيفاش؟ الاولى ديما تغسل يديك وتعرف كيفاش تكون يديك معقمه. الفرخ راني حاكم بطريقه يعني احترافيه، اهل الخبره راهم قاعدين يشوفوا معانا ويعرفوا مليح مليح، يعني هو مازال لاباس عليه ما كاين حتى شيء وهو يرتاح بربي ان شاء الله يرتاح. باينه نجيبوا بايات كيما هكا هاي كيفاه. كذلك ماهوش نديروا البايات من ريصاننا برك، لازم تكون عندنا البريكيه هكا خاوتي الاعزاز، باسكو علاه؟ لو كان نقص البايات وما نذوبش الطروفه منه ومنا راح يزيد تتفاقم الحاله وراح يكون يعني كاين خطا اكبر من الخطا الاول اللي صرالو. خاوتنا الاعزاز دوك نديروا بوز بركه ونعاودوا نديروا له جبيره اخواني باش ما نطولوش عليكم ونعطوا لكم كيفاش بربي ان شاء الله ويرجع في حاله جيده ان شاء الله. ابقوا معنا خاوتنا نديروا توقيف للصوره فقط وانا بالرجوع ان شاء الله. خاوتنا الاعزاز رانا عاودنا رجعنا لكم، رانا مازلنا مع الحسون هذا، رانا درنا له جبيره اخواني الاعزاء كما راكم قاعدين تلاحظوا معنا. بربي ان شاء الله بربي فيها خير هاي كيفاه، يعني عرفنا كيفاش نشعلوا بالبريكي اكرمكم الله يعني الاطراف نتاع هذا الباي باش ما يجرحش العصفور نتاعنا اخواني كما راكم تلاحظوا مالغري هو راهو طري. وشي هو خونا وليد استحفظ على العصفور نتاعك وبربي ان شاء الله خاوتنا راهي ترجع الامور كما كانت وترجع افضل من كانت، لانه العصفور تاعنا رانا قاعدين نشوفوا فيه ها قدامنا راهو مازال بربي ان شاء الله يدخل لمرحله العلاج بركه ها او قادر حتى حب حتى يطير ها. يعني هنا دوك رجعوه للقفص نتاعو ونعطيو له الراحه وكذلك نحرصوا على انه نقدموا له الماكله حتى لفمه باسكو الفرخ راهو مريض راهو ما يقدرش راهو يبذل مجهود كبير، نعطيو له اكل معين باين. خاوتنا ان شاء الله تكون يعني عبره لجميع المربيين انه يستحفظوا على العصافير نتاعهم. رانا قدمنا اخواني كما ذكرنا سابقا وقلنا درنا جبيره هاي كيفاش باش تزيد تبان مع خاوتي مليح هاي كيفاه هاي كيفاه بربي ان شاء الله فيها خير وراي ما تجرح ولا والو. زدنا حكمنا الطرف يعني لي كي الروسول يكون كي النابض يكون كي النابض ها هاي رجلو راهي في البوزيسيون تاعها درك راكم تشوفوا خاوتنا هاي رجلو كيفاه راهي في البوزيسيون تاعها درك افير نتاع وقت بركه مده تاع وقت برك وبربي يرجع كيما كان. خاوتنا ان شاء الله ما نكونوش طولنا عليكم، لكم منا كل التقدير والاحترام. خويا وليد قول للناس حاجه يعني باش تلخص برك واش صرا لك انت واش حسيتي مع الفرخ هذا؟ والله انا حطيته 100 مره الاولى ايوه
والحمد لله وبارك الله فيك شريف. اه خويا العزيز ما كاينش مشكله خويا. ما جيتيش انت اللي درت له طريقه غلطه. لا خويا لا. اصلا المره الاولى كانت الطريقه نتاعك غلطه. طريقه غلطه. هذه باش نوصلوا برك يعني ميساج للمربيين انه يستحفظوا العصافير، يستحفظوا على العصافير نتاعهم ويديهم لاهل الاختصاص. انا مانيش بيطري اخواني الاعزاء، ولكن عندي خبره قليله يعني متواضعه ان شاء الله نفيد بها جميع الناس. فهمتوا خاوتنا الاعزاز؟ ننصح خاوتي انهم يتوجهوا للبياطره اهل الاختصاص كي يعود عندهم حاله كيما هك. ان شاء الله يا ربي برك يكون الميساج وصل لخاوتنا. والسلام عليكم، وسمحونا لا طولنا عليكم في هذا الفيديو اخواني، لكم منا كل التقدير والاحترام.